عمل متواصل في مختبرات علمية حول العالم لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، ومع توالي الأيام بعض المختبرات لمحت إلى إشارات إيجابية، فمن يحقق سبق إنقاذ البشرية؟ وأين أصبحت هذه الأبحاث؟ وهل تسعى دول لتجييرها مالياً واقتصادياً؟ وهل اقتربنا من العلاج؟ انتشار السريع، الوفاة، الحالات المتزايدة، الهلع بكل الدول عم بيستدعي ويوجه الأنظار كلها على شركات الأدوية وكمان على المختبرات العالمية، على الباحثين وعلى العلماء. وين صرنا بموضوع اللقاح؟ وين صرنا بموضوع كمان العلاج أو التريتمنت؟ ضروري الكل يعرف أنه الفاكسين مش بين ليلة وضحاها ممكن يتوفر الفاكسين بالعالم. الفاكسين بده فيزز تا ينعمل، يعني مثل مراحل كرمال تصير متوفر، وهيدي المراحل في عندك هي تجارب على الإنسان وكمان تجارب على الحيوانات قبل ما يحطوه بالسوق ويجربوا فيه على والعالم بلش تستخدمه. كمان في دواء اللي هو ريمديسيفير كمان عم ينحكى عنه، هو أنتي فايرل كمان استخدم او تم تجربته للإيبولا فيروس، فكمان هلا عم بيتم تجربته بالنسبه للكورونا. بعد ما في شيء نتائج واعده، او مثل ما انا اوريدي قلت قبل انه ما في ريكومنديشن بهذا الموضوع بس. وكمان في دواء هلا هو الانتي انفلاماتوري بيستعمل بالروماتويد ارترايتس او بالمرض الروماتيزم مثل ما هو معروف بالعاميه، توسيليزوماب وكمان غيره من الأدوية، كرمال ما يخلوا كمان الجهاز التنفسي يكون مدمر. كمان الأدوية الثانية اللي هلا عم بيتم استخدامها او عم بيتم تجربتها هي الأدوية اللي بتشتغل على السيدا او الايدز، ففي كومبينيشن لدويين لوبينافير وريتونافير، بس هدول الدويين كمان منهم سبيسيفيك للكورونا فيروس، يعني بما انه ما في عندنا بعد وجود دواء فعلا فعال للقضاء على الفيروس كومبليتلي. فاكيد بنتمنى على الكل، وانا كصيدلي بطلب من كل العالم توخي الحذر ويعتمدوا السوشيال ديستانسينج، يعني التباعد الاجتماعي. وبانتظار الدواء لا تنسوا ان الحل الامثل حاليا لمواجهة هذا الفيروس الوقاية. خليكم بالبيت كرمالكم كرمال يلي بتحبوهم. ما تخلي كورونا يسجل بمرمانا، حب البقاء بيدفعنا للحجر بين الحجر، غيني حزينة وبتمرق ومنرجع للفرح مع أهلنا وأحبابنا وكل البشر. خليك بالبيت، إذا مش كرمالك كرمال كل حواليك. بليز خليكم بالبيت يا جماعة، الوضع منه لعبة، بليز خليكم بالبيت، ما تزوروا ولا تيتا ولا جدو، إذا ضرورية البسوا كفوف وكمامة. كرمال تاتا وجده وماما وبابا وكل الناس الحبات، كرمال الوطن خليك بالبيت.